عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة بالي ماسك ان. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيو فيه على الكلاش الجديد اللي صار بين بيا الزردي وبين لطفي العبدلي. لمزيد التفاصيل شاهد الفيديو. كثرت المشاكل بين المشاهير، ولينا كل يوم نسمع كان على المشاكل والفضائح بين المشاهير. كل واحد يقطع في خوه من شيرة، ولا واحد فيهم رحم خوه. عليه المشاكل هذي كلها ما نعرفوش، زعما فما تنافس. التنافس يكون هكا، انا نعرف التنافس يكون شريف، ما يكونش بالطريقه هذه، خاصه انه المشهور التونسي يتفرجوا فيه من الدول العربيه بصفه عامه. اي مشهور في الدول العربيه يتفرج فيه معناتها العالم العربي ككل، لكن هما ما عملوش حساب للكلام هذا، وديما واكلين بعضهم. كثرة المشاكل وكرهنا الإعلام كان في جرة المشاكل هذه. واليوم بايز دردي اتصرح سبب المشاكل بينه وبين لطفي العبدلي وعليه تكرهوا الكره هذا الكل. وقالت بايز دردي في تصريح رسمي أنها تكون كرها شديدا للكوميدي لطفي العبدلي، معتبرة أنه قام بجريمة في حقها يعاقب عليها القانون، ومؤكدة أنها لن تغفر له إلى اليوم. في ذلك له علاقة بقضية مغني الراب كلاي بيبي جي. كما تعرفوا أنه كلاي بيبي جي رد عليها رد خايب برشا، وعمل لها غناية مسيئة برشا، مشكلة لها هي للمرأة ككل. وديجاش كاتبيه وقضاوه ودخل الحال السجن معناتها، وكان مش أمه دخلت وقعدت ما تتحاول في بيا، ما كانش باش تغفر له، ما كانش باش يخرج منها. هذا علاش ديما نقول ماذا بيكم توزنوا كلامكم قبل ما تخرجوا الكلمه. شنو الكلمه اللي توجع، الكلمه اللي تجرح؟ والثلب راهو مش حاجه سهله. هو زود لها كلايبي بتجي زود لها، حتى لو كان معناتها فما اختلاف في الراي، ونحنا رينا سبب الشجار بالضبط شنو. مش حاجه كبيره اللي تخليك انت تخرج وتشتم بالطريقه هذيك وتهيج عليها الناس وتشجع على الاغتصاب. معناتها حاجه راهي فيولغير على الاخر ومسيئه للمراه، ومن حقها معناتها قانونيا انها تحاكمك. وبالفعل حاكمت كلايبي بتجي واخذت حقها، وكان مش الوالده نتاعو دخلت ما كانتش بيا باش تسامحه، وقالت انا غفرت له وسامحته وسقطت عليه خاطر امه غاضتني، جاتني تبكي وقالت لي ولدي وما ولدي وسامحه وغلط، هذيك علاش انا سامحته. اذا كنت عاودها المره الجايه ما عادش نسامحك مهما صار ومهما شكون جاني، ما نسامحش. عندها حق هوني، لانه الشيء هذا يمس بالكرامه، وخاصه اذا كان لقيت الانسان قاعد يتعدى عليك ومش قاعد يحترم فيك وقاعد يتهجم عليك، كما الغنية اللي عملها كلاي بيبي جي، وحاير انه حتى على اليوتيوب من نزلينها معناتها وتخدم نورمال. هذيك ان برانسيب تتسبب له في سجن كبير. ان شاء الله المره الجايه يوزنوا العباد كلامهم ويعرفوا شنو يقولوا. وقتها نتفكروا برشا جو مع كلاي بيبي جي، خاصه منهم الرجال اللي يكرهوا باي الزردي، وقالوا لها تو تسقط عليه، في بالها هي تخدم عندهم ولا معناتها يقولوا هما كل حكايه لازمها تصير. لكن باي الزردي ما عطاتهم حتى اهميه، جاوا الكل مع كلاي بيبي جي وكلهم اللي يشتموا وكلهم يقول في كلام خايب، ومعناتها ما احتكروش فقط على باي الزردي وعلى مشاكلها مع كلاي بيبي جي، لي واللي معناتها توجيه للمراه التونسيه بصفه عامه. منهم لطفي العبدلي هذا اولهم، وانتم تعرفوا لطفي العبدلي لسانه متبري منه، هذا علاش بيا وقعت متغشة منه وكرهته. وكيف كيف نقولوا عندها الحق، ما فماش انسان باش يحب انسان قاعد يشتم فيه، ما فماش انسان باش يحب انسان قاعد يوجع فيه. هذا علاش بيا ماخذة منه موقف، وباش نزيد نقرأ ونشوفه شنو الحاجات الاخرى اللي تسبب فيها لطفي العبدلي ووجع بها بيا الزردي. وكان لطفي العبدلي قد اعلن عن مساندته لكلاي بيبي جي في وقت سابق في القضية التي رفعتها ضده بي الزردي بتهمة الثلب والشتم والتحريض على اغتصابها على اثر الفيديو كليب الذي اصدره هذا الاخير. هذا اللي كنت نحكي لكم عليه توا، والناس الكل في بيرة معناتها صار ديجا ضجة كبيرة في الموضوع. فما معناتها المسند فرحان من فئة كلاي بيبي جي، وفما اللي ضده قالوا هذا كله تعدي على المرأة وعدم احترام المرأة ولازم القانون يحاسب عليه مهما كان الشخص. وقالت بيا الزردي في تصريح لإذاعة ديوانة فام أن لطفي العبدلي نكره كرها شديدا، مضيفة اللي قالوا فيا أنا لطفي العبدلي يا لطيف إن شاء الله يعرض له، رقد وقام قام يسب فيا أنا ويشتم فيا أنا ويقول في كليم العدو العدو ما يقولوش رغم أني لا نعرفه ولا يعرفني.
وأضاف تطلع جبين وخوف ويخمم في الفيراج اللي بيش تجيه للمسرح على حساب سمعة امرأة وشرفها وعرضها. لو كان جا باللي عملوا أسيد والله صحة كما جعفر القاسمي وتوسط بالخير للصلح. صحيح احنا ديجا قلنا أم خاسيب يتوسط بالصلح، وأم خاسيب ما يشجعش على الحاجة هذي، وأم خاسيب هو ياخذ موقف من كلابي بيجي ويقول له كومام، معناتها رو المنطق هذا ما يجيش. لكن انتم تعرفوا انه لطفي العبدلي كلامه ماسط وكلامه منحرف على الاخر، وما لقيت ما نقول بصراحة، لكن عندها حق في هذي، عندها حق. وأي إنسان في الدنيا هذي باش تتعرض اللي تعرضت له هي من شتم بالطريقة هذي، معناتها راهو العالم ولا يتفرج فيهم بالتهديد بالطريقة هذه، اوتوماتيك ما مش تمشي تشكي وانا اولهم. نقولوا كان ربي يهديكم، ماذا بيكم المرجي تفك عليكم تشعيل النار ومعتها وتحاولوا تصالحوا وتدخلوا بالصلح، ولا فك عليكم ان تدخلوا. وتابعت متوجهة بالقول لطفي العبدلي: انت كارت محروقة ووليت معروف وما عندكش اخلاق، اش مازال باش تقول في الكلام اللي قلته فيا؟ مضيفة بالقول: برشا الناس تتجنب فيه ومتحبش تحكي عليه خايفة من لسانه. ما فماش إنسان فوق القانون، إذا كان إنسان وصلك وشتمك وتعدى عليك معناتها فما قانون. احنا مانيش بلاد أو دولة غابات تنجم تاخذ حقك بالقانون. صحيح هو منطقه عادم وخايب على الاخر إذا ما ننكروشو، والناس الكل تتشكى منه، لكن الناس مسايبة مش حابة تاخذ حقها على خاطر بعدك شتم هذيك الكل اللي تعرضت له. كان انت عملت موقف لروحك، نحكي على الناس ككل مانيش نحكي على بيا زردي، لانه بيا زردي قاعده تاخذ في حقها. تتعرض للشتم هذيك او انت تخاف منه على لسانه وتسكت، انت ماكش متاع فضايح داكوغ انا نمشي معاك، لكن عمرك ما تخاف في حقك، عمرك ما تخاف وتطالب بحقك لاخر نقطه في حياتك واخر رمق في حياتك. علاش مجعول القانون؟ كان الناس الكل باش تخاف وتخبي ريوسها وتاكل على ريوسها من عندهم، هذه تولي عاد ما عادش عندك إنسانية، ما عادش عندك كرامة، ما عادش عندك شخصية، وزيد إنك تعيش في الدنيا هذي. هذا علاش القانون جعلوه باش ياخذ حقك، باش يدافع على حقك، ومش بالسهل أي إنسان باش يتعدى عليك. وقته يكون سهل يتعدى عليك وقت اللي أنت تعطيه الفرصة وتمنحه الفرصة هذي وتفرحوا بها. وقتش تفرحوا بها؟ وقت اللي أنت تسكت وتخبي، قال شنو أنا خايف من لطفي العبدلي إنه يشتمني أو يجبدني، وبرر وجبدك وبرر، خلي يثلب ويقول وانت حاسبه بالقانون. وقت اللي هو يشد حسابه بالبيه في السجن على حساب الكلام اللي يقول فيه، ثم ما عادش يلدع حتى واحد وما عاد يدور بحتى شخص. لكن كيف القاكم انتوما ساكتين وخوفين وتحكيوا في التراكن، اوتوماتيكمون معناتها هو باش يتمادى وباش يواصل وباش وباش، على خاطر لطفي العبدلي ليومنا هذا ما وقفوا حتى انسان على حده. فقط هيا بيا الزردي هي امراه تشجعت وقالت كلمه الحق ودافت على روحها باللي نجمت. بطبيعه مش باش تنزل للمستوى هذا متاع السب والثلب وتاع الكلام الخايب ما نجموش نقولوه بطبيعه، لكن عرفت كيفاش تاخذ حقها، والقانون ديما فيصل بيناتكم. وحتى كيف وصلت كلامها وصلته موزون ومحترم، وعندها الف حق ونسندوها في الكلام هذا. انتو ما تسندو في كلابي بتجي على كلام المرز اللي يقول فيه، واحنا نسندوها هي كمرأة تونسية قاعدة تدافع على روحها وتدافع على شرفها. ونحاولوا بربي نرتقيوا شوية، راكم اعلاميين، راكم منشطين، راكم معناتها ممثلين، ناس معناتها مرموقة في المجال الفني. حاولوا ما تعطيوش سمعة خايبة على روحكم بين الامم، راكم هتكتوا عرضكم وحدكم. نقولكم توا باي باي.